بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 26 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي موسى مقيم في الرياض، يسأل ويقول: ما الحكم في من ترك أو يترك صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، إذ أنه يأتي زميل له آخر يستلم منه العمل وهكذا يدور العمل، جزاكم الله خيرا؟ ما الحكم في من ترك أو يترك صلاة العشاء جماعة بسبب العمل، حيث أنه محتم عليه أن يسلم العمل لزميل آخر وهكذا يدور العمل بينهم، جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا العمل الذي ذكره السائل يحصل فيه خلل إذا ذهب للصلاة، بأن يسرق المال أو يخشى عليه من التلف وهو يحرسه إلى أن يأتي من يستلم منه ذلك، أو أدوات يخشى أنها يحصل عليها شيء من التلف إذا تركت، ففي هذه الحالة لا بأس أن يبقى عندها للفراسة حتى يأتي من يقوم بحفظها ومراعاتها، لأن هذا من الرخص في ترك الجماعة. أما إذا كان هذا العمل لا يتلف ولا يحصل فيه ضرر إذا تركوه وذهبوا للصلاة، فإنه يجب عليهم أن يصلوا صلاة الجماعة ويرجعوا للعمل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بترك البيع والشراء وترك الأعمال التي لا تتضرر بحضور الجماعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال تعالى: سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الحاصل إنه إذا كان العمل لا يتضرر بتركه والذهاب لصلاة الجماعة فإنه يجب حضور صلاة الجماعة ولا يجوز التخلف عنها. أما إذا كان العمل يتضرر بتلف أو نقص في الذهاب فإنه يجلس عنده لحراسته وحفظه حتى يأتي من يقوم بدله ثم يؤدي الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله عين فامين. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يمكن بعد أن أؤدي عمرة لي أن أذهب إلى الميقات لأداء عمرة لوالدي المتوفى، ثم الذهاب مرة أخرى للميقات لأداء عمرة لوالدتي المتوفى، حتى لو كان ذلك في يوم واحد أو يومين؟ وهل يجوز لي تكرار نفس الشيء كلما أديت عمرة لي، جزاكم الله خيرا؟ البقاء في مكة لمن جاء بعمرة أو بنسك أفضل له من التردد على الميقات لتكرار العمرة في وقت متقارب، فإن بقاءه في مكة وصلاته في المسجد الحرام كل صلاة عن 100,000 صلاة، وجلوسه في المسجد الحرام وطوافه بالبيت أفضل من ذهابه للميقات وتكرار العمرة. وبإمكانه أن يدعو لوالديه وهو موجود في الحرم في حالة طوافه وفي حالة صلاته وفي حالة جلوسه في المسجد الحرام، هذا أفضل له من تكرار العمرة. أما الجواز في الأصل فهو جائز، ولكنه خلاف الأفضل. جائز على الصحيح ولكنه خلاف الأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثناء أداء الحج وأثناء الطواف كان هناك زحام شديد وضاق صدري، فقمت بالصياح في الناس ودفعهم كما يدفعونني، فهل هذا العمل يبطل الحج، وماذا علي أن أفعل، جزاكم الله خيرا؟ هذا العمل لا يبطل الحج، ولكنه
فيه أذية للناس وفيه أيضا إخلال بالأدب في العبادة والخشوع، فعليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يدفع بالتي هي أحسن، لا سيما وأنه في عبادة وبين إخوانه المسلمين وفي أفضل البقاع وبجوار بيت الله عز وجل، فعليه أن يدفع بالتي هي أحسن وأن يرفق بإخوانه المسلمين ومن ضعفاء والمزحومين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي أخت مطلقة ولها ابن يتعلم في المدرسة وأقوم أنا بالإنفاق عليها وعلى ابنها، هل يجوز إعطاؤها من الزكاة التي أوديها مع العلم بأن هذا المبلغ لا يخصم من النفقة التي أنفقها عليهم، علما بأن والدنا متوفى وليس لأختي أي عمل؟ ما دام أنك قد قمت بالإنفاق عليهم من مالك فجزاك الله خيرا، وهذا من الإحسان ومن صلة الرحم، ولا داعي لأن تعطيهما من الزكاة، لأنك قد قمت بحاجتهم وقوة سددت عوزهم وأنت ماجور على ذلك، وهذه صلة رحم وإطعام فقير ومسكين، فلك في ذلك الأجر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: أحمد كاف ألف مقيم في الخرمة، يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن اليمين الغموس، ما هي وما حكمها؟ جزاكم الله خيرا. اليمين الغموس هي التي يحلفها الإنسان على أمر ماض كاذبا متعمدا، إذا حلف على شيء ماض كاذبا متعمدا فهذه هي اليمين الغموس. كان قال: والله ما جاء فلان، وهو يعلم أنه قد جاء، والله إن هذا الشيء ليس عندي وهو عنده، أو ما أشبه ذلك، هذه هي، أو أن هذه السلعة اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أنها سيمت منه كذا، أو أن هذه السلعة سليمة من العيد الفلاني وهو كاذب في ذلك، كل هذا من الأيمان، من اليمين الغموس التي جاء الوعيد عليها، ولكن عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يوم القيامة ينادى الإنسان باسمه في الدنيا؟ وهل يعرف الناس بعضهم بعضا، ولا سيما أولئك الذين كانوا يتعارفون؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ينادى الإنسان يوم القيامة باسمه واسم أبيه، فلان بن فلان، نادى عليه باسمه واسم أبيه، وكذلك يتعارفون. قال تعالى: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قال سبحانه وتعالى: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، أي بعضهم يبصر بعضا ويعرف بعضهم بعضا. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هذا دليل على أنه كان يعرفهم ولكنه فر منهم لأنه مشغول بنفسه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله أم عبد الرزاق من عنيزة. أم عبد الرزاق لها سؤالان، في سؤالها الأول تقول: أنا امرأة متزوجة، وسؤالي عن حكم صبغ الشعر بالسواد، أرجو الإجابة بالتفصيل، جزاكم الله خيرا. نعم، صبغ الشيب مطلوب للرجال وللنساء، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب. أما السواد فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. هذا عام، هذا نهي عام للرجال والنساء، فلا يجوز صبغ الشيب بالسواد الخالص، أما السواد المخلوط بلون آخر فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نوى الإنسان السفر، فهل يجوز له القصر في بيته أم لا بد من مغادرة بنيان البلد، وكم هي مدة القصر؟ جزاكم الله خيرا. رخص السفر من القصر للصلاة الرباعية والإفطار في نهار رمضان إنما تبدأ إذا خرج الإنسان، إذا خرج الإنسان من عامر القرية أو البلد، لأنه يقال سفر الرجل إذا خرج من السفور وهو الخروج، أما ما دام في بلده فإنه ليس بمسافر، وإن كان قد نوى السفر لا يعتبر مسافرا حتى يخرج. وأما المدة التي يترخص فيها المسافر فليس لها حد محدود، ما دام مسافرا فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة إذا سافر من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، إلا إذا نزل الإنسان في مكان وأقام فيه إقامة تزيد على 4 أيام، قد نوى هذه الإقامة، نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام في أثناء السفر، فإنه حينئذ يأخذ أحكام المقيمين فيتم الصلاة ويصوم في رمضان، فإذا عاد إلى السفر وباشر السفر مرة ثانية فإنه يترخص.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السائلة ميم عين بعثت برسالتين، في الرسالة الأولى تطلب من فضيلتكم شرح هذا الحديث: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين ربها من ستر، هل هذا الحديث يعني ألا نغير ملابسنا ولا نخلع عباياتنا في غير بيت أزواجنا، وكيف الحال بالنسبة للصلوات وما أشبه، جزاكم الله خيرا؟ أنا لا أعرف الحديث بهذا اللفظ، ولكن نعم مطلوب من المرأة تستر إذا كانت عند غير محارمها من الرجال، سواء كانت في بيت غير زوجها أو في أي مكان، يجب عليها أن تستر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، سواء بثوبها أو بعباءتها أو بجلبابها أو غير ذلك من الثياب الساترة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة ميم عين أيضا رسالتها الثانية تقول فيها: هناك أدعية للمساء وأدعية للصباح، منها اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخر، وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، كل هذه الأدعية أقرأها وهي أدعية الصباح، أقرأها بعد الفجر قبل طلوع الشمس أم في أي وقت من النهار وفي المساء أيضا، متى أقرأها، بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو في كل وقت من الليل، جزاكم الله خير. الدعاء والاستغفار مطلوب من المسلم الاكثار منه في كل ساعات الليل وساعات النهار ما امكنه ذلك، ولا سيما في اول الليل، في اول الليل وفي اول النهار، في اول النهار بعد صلاة الفجر، سواء كان بعد الصلاة مباشرة او قبل طلوع الشمس او في اول الصباح، الأمر واسع في هذا، وكذلك في المساء بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، كل هذا إن شاء الله يرجى أن يحل محله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السائل عين ألف من جدة بعث برسالة يقول فيها: ما حكم الشرع في الجمعية التي يقوم بعملها عدد من الناس سواء كانوا موظفين أو غير ذلك، بحيث يدفع كل شخص مبلغا من المال معين ويأخذ كل واحد منهم الجمعية مرة بالتساوي دون زيادة أو نقصان، جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة وقعت وكثر السؤال عنها، وهي مسألة جديدة لم تكن معروفة من قبل، وهو ما يسمونه بالقرض الجماعي. والذي أراه أن هذا لا يجوز، لأن هذا قرض جر نفع، وإن لم يكن فيه زيادة، نعم هو ليس فيه زيادة ولكن فيه منفعة، لأنك لم تقرضهم إلا بشرط أن يقرضوك. نعم. وهذا من القرض الذي جر نفع، وأيضا هو قرض مشروط في قرض، فهو يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحد، لأن هذا عقد مشروط في عقد، وفيه محاذير أخرى، لأنه شغل للذمة بحقوق للناس من غير داع إلى ذلك، يحتاج الإنسان إلى قرض فليقترض من أحد إخوانه بدون أن يكون في هذا العمل المنظم والتعهد الذي ربما يثقله في المستقبل ويربط الناس بحقوق متعددة من غير داع إلى هذا العمل، وإنما هو التقليد فقط. الذي أرى أن هذا لا يجوز، وإن كان بعض مشايخنا أفتوا بجواز ذلك لأنهم نظروا إلى أنه ليس فيه زيادة فقط، ولم ينظروا إلى بقية المحاذير التي ذكرناها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الشرع في من يأخذ 10 ريال ويرجع 9 ريالات معدن، وخاصة هذه الظاهرة في الأماكن التي تحتاج فيها العملة المعدنية؟ هذه المسألة صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذا العمل لا يجوز، لأنه يعتبر ربا، لأنه بيع نقد بنقد من جنس واحد، لأنه كله ريال سعودي، الريال الورقي والريال المعدني كله ريال سعودي، فهو جنس واحد، فلا يجوز التفاضل. قوله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متساويين، وهذه النقود الورقية والمعدنية تقوم مقام الذهب والفضة فتأخذ حكمهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأي فضيلتكم في الكتب التالية: كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية؟ هذا كتاب جيد ومفيد، وفيه مباحث نفيسة، خصوصا فيه الإرشاد إلى التوبة وعلاج النفس وإصلاح القلب، تحذير من المعاصي وعقوباتها، وفيه مباحث عظيمة ومفيدة. نعم. جزاكم الله خيرا. كتاب صحيح الترغيب والترهيب
للحافظ المنذري. كذلك هذا كتاب جيد. الأصل الذي هو الترغيب والترهيب هذا كتاب جيد جمع فيه مؤلفه رحمه الله وهو إمام جليل الأحاديث الواردة في الترغيب والترهيب وبين درجاتها من الصحة أو الحسن أو الضعف وهو إمام جليل لم يتركها هكذا وإنما بين كل حديث بمفرده حتى يكون المسلم على بصيرة منه. وإذا كان أحد المشايخ جاء وأخذ الحديث الصحيح وأفردها فهذا شيء جيد ولكن لا يغني هذا عن الأصل وهو الكتاب الذي وضعه الإمام المنذري لا يغني عنه هذا المختصر إلا أنه يستفاد منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كتاب الكبائر للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي هذا أيضا كتاب جيد في الجملة وفيه تعداد الكبائر إلى أكثر من 70 وإيراد الأدلة على ذلك وإيراد المواعظ الزاجرة عن ذلك. هو كتاب جيد في الجملة وإن كان فيه بعض الآثار وبعض الأحاديث فيها نظر. وقد قام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله بتخريج هذه الأحاديث وبينها للقارئ. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوات المستمعات تقول المرسلة سلوى فيما يبدو عين واو ألف لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول أصابني مرض لا أعرف إن كان نفسيا أو وسواس وهو أنني لا يمكن ولا أستطيع غسل يدي ووجهي إذا أردت الوضوء للصلاة فماذا أفعل؟ هل أترك الصلاة أم أصلي وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. لا ندري ما السبب في كونها لا تستطيع. هل أن في وجهها ويديها جروح تتأثر بالماء أو مرض تتأثر بالماء فحينئذ عليها أن تغسل الأعضاء الصحيحة وأن تتيمم عن الأعضاء التي لا تستطيع غسلها بالماء. أما إذا كانت لا تستطيع غسل وجهها ويديها لخلل في أعضائها من شلل أو غيره فعليها أن تستعين بمن يقوم بتغسيل وجهها وكفيها إذا أمكن وإذا لم يمكن فإنها تغسل ما تستطيع وتتيمم عن الباقي كما ذكرنا. جزاكم الله خيرا. تقول أنا مريضة بمرض قد يكون سحرا أو شيطان لم أترك طبيبا شعبي إلا ذهبت إليه ولكن دون فائدة. قيل لي إنه يوجد رجل يأخذ مبلغا من المال مقابل أن يعالجني وبشرط أن يأخذ نصف المبلغ والباقي إذا شفيت فهل يجوز لي الذهاب إليه؟ أفيدوني مع الشكر. جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الرجل موثوقا في عقيدته ويعالج بعلاج معروف ليس فيه شعوذة وليس فيه شرك وليس فيه سحر فلا بأس أن تذهبي إليه. أما مسألة المبلغ والاصطلاح عليه فهذا راجع إلى ما تتفقان عليه ولا بأس بذلك لكن بشرط أن يكون هذا الرجل سليم العقيدة وأن يعالج بالأمور المباحة لا بالأمور المحرمة. لبس الدبلة للزوج أو للزوجة ومكتوب فيها اسم الزوج أو الزوجة وقد يكون اسم الزوج عبد الله أو عبد الرحمن هل يجوز ذلك؟ أولا إن كانت الدبلة من الذهب فلا يجوز للزوج أن يلبسها لأن الله حرم الذهب على الرجال. أما إن كانت من غير الذهب فإن كان يعتقد لأن في لبسها جلبا للمحبة والوئام بين الزوجين فهذا اعتقاد فاسد ولا يجوز. وإن كان مجرد عادة بأن يلبسوها ولا يعتقدون فيها وكانت من غير الذهب فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف سين ميم عين من فلسطين بيت لحم لها رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة في أحدها تقول هل يجوز للمصلي أن يصلي عند سماع الأذان أم ينتظر بعد الأذان قليلا؟ جزاكم الله خيرا. الذي لا يلزمه حضور الجماعة من النساء والمعذورين له أن يصلي عند سماع الأذان وله أن يؤخر لأن الوقت واسع ولله الحمد فله أن يبادر وهذا أحسن وله أن يؤخر وهذا جائز له. أما إذا كان يرتبط بجماعة فإنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ولا يجوز له أن يصلي منفردا. جزاكم الله خيرا. إذا ابتلي الإنسان ببلاء وكان يدعو ربه أثناء ذلك ويبكي هل يكون ذلك من الجزع وعدم الصبر؟ ليس هذا من الجزع. البكاء هذا لا يستطيع الإنسان منعه بل هو رقة في
القلب، وربما يكون من الخشوع حالة الدعاء، وإنما يمنع فيه من هذا الجزع والتسخط ورفع الصوت للجزع والتسخط، هذا هو الممنوع. كيف يكون المسلم خاشعا في تلاوة القرآن وحتى تدمع عيناه من خشية الله تعالى؟ وإذا لم تدمع هل يكون ذلك من قسوة القلب والعياذ بالله؟ يكون الإنسان خاشعا إذا تدبر القرآن وقرأ بحضور قلب وتأمل لمعانيه وما قال الله تعالى فيه من العبر والعظات والحكم والأحكام، إنه يخشع قلبه عند ذلك وتدمع عينه، وإذا لم تدمع عينه فإنه لا يؤاخذ على ذلك، ليس بلازم أن تدمع عينه، ولكن هو مطالب بحضور قلبه وتدبره لكلام الله سبحانه وتعالى. إذا اشتكى المسلم من شيء أصابه كمرض في إحدى حواسه فكيف يقرأ على نفسه القرآن؟ يقرأ على نفسه وينفث على محل الإصابة، يقرأ الفاتحة ويكررها وينفث على محل الإصابة، وكذلك يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث على محل الإصابة، ويقرأ ما تيسر مع ذلك من القرآن مما له مناسبة في هذه الحالة وينفث على محل الإصابة. هذه صفة الرقية. إذا قرأ المسلم القرآن وكان ذهنه يشرد ويفكر في أشياء أخرى هل يكون آثما؟ عليه أن يحضر ذهنه ولا يكون آثما إذا شرد ذهنه بغير اختياره، لكن عليه أن يعيد ذهنه ويحاول حضور قلبه. جزاكم الله خيرا. من الأخت ميم ألف من اليمن رسالة تسأل أولا عن النقاب، هل هو واجب أم سنة، وما هو الدليل من القرآن والسنة، لأنه حصل عندنا اختلاف حول هذا الموضوع، أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، تغطية الوجه واجبة عن الرجال الذين ليسوا من محارم المرأة، وهذا يرجع إلى عادة البلد، إذا كان من عادتهم لبس النقاب وهو ما يستر الوجه ولا يبدو منه إلا العينان فقط فإنها تلبس النقاب، وإذا كانت من البادية ومن عادتهم لبس البرقع وهو يشبه النقاب أيضا يستر الوجه وتبدو منه العينان فإنها تلبس البرقع، أما إذا كان من عادتهم لبس الغطاء الكامل وتغطية الوجه بكامله كما في غالب كثير من الحضر فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها بما جرت العادة بتغطيته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضل بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام